ام طلال تفضل. يا ام طلال الله يعطيك العافيه شيخ، حياك الله يا ام طلال. بغيت افسر شغلتين، اول شغله ايه نعم، والشغله الثانيه تفسير حلم. الايه اللي هي اليوم توفى كل نفس ما كسبت اليوم ولا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. ايوه لا لحد اليوم لا ينفع مال ولا بنون. طيب خير ان شاء الله. الشغله الثانيه انا تعلمت اني رايحه الحج بس مو طريق عادي، لا كنا طريق سباق في شجر على اليمين وعلى اليسار ومعي امي، بس غريب يعني الطريق اول مره اشوف. طيب طيب خير ان شاء الله، يعطيك العافيه. يا سلام. الايه يوم لا ينفع مال ولا بنون تدل على الاقبال على الله سبحانه وتعالى، والامر ان الانسان يعني يهتم بطاعة ربه تبارك وتعالى، وأن الأبناء والبنين وغيرهم لا يغنون عنهم من الله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد إلى آخر الحديث، ويا العباس عم رسول الله اعمل ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ومن أتى الله بقلب سليم التوحيد وصفاءه والبعد عن الشرك والرياء. أما الرؤية الثانية تؤكد هذا الكلام، أن الطريق المستقيم يدل على الهداية كما قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشجر في المنام إن كنت متزوجة يا أم طلال إنما هم أولاد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة حامل رأت في المنام إنسان نعم شكله أشبه بالشيطان ووجهه وجه قرد يريد أن يدخل في بطنها، مع العلم أنها ولدت ولد في الشهر السابع قديم وكان معوق. أقول سبب إعاقة ذاك الولد قديما والآن الحمل الجديد نسأل الله أن يحفظه، إنما هو من هذا الشيطان. هذا الشيطان هو الذي الآن يحاول أن يسبب لك المشاكل في الحمل، لأن رحم المرأة في المنام إنما الذي يستطيع أن يلعب فيه ويؤثر فيه في الغالب إنما هم الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أقول الحذر، هذا شيطان يريد أن يؤذي هذا الطفل الذي في بطنك كما أذى القديم، والشياطين عندهم قدرة في ذلك، يقدرون أن يؤذوا الطفل في 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 الرحم، يقدرون أن يقتلونه، يقدرون أن يسببوا له بعض المشاكل. فالحماية الكاملة تحصين بالأذكار الصباح المساء قبل النوم، قراءة على البطن بالمعوذات وآية الكرسي دائما، التزام بصورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والسداد للجميع، والعلم عند الله.